عزيزي عبود، أنا اسمي أماني البابا من اللد اللي ما شفتها ولا مرة، بس جسمتها زي ما وصفتها أمي بالضبط. كانت صغيرة لما هجروها، بس خبت اللد بقلبها وعلمتني كيف أرسمها، مشان هيك بسموني حارس اللون. أرى روحك جميلة جدا وابتسامتك مميزة، حافظ عليها دوما رغم كل الحروب التي مررت بها يا أصغر المراسلين الصحفيين. قد يبدو الجو رماديا وباردا هذه الأيام، لكني متأكدة أنه سيصفو قريبا، وسنشرب كوبا من الكابتشينو الساخن ونخطط لمباراة عظيمة. أريد أن أعترف لك بسر يا عبود، أحب كرة القدم مثلك تماما، كنت ألعبها في المدرسة رغم أنها لعبة للأولاد. كنا نصنع ملعب نرسمه بالطباشير والحجارة، فقد يختفي ملعبكم ويتحول لحفرة كبيرة. لا بأس، سنزرع فيها أشجارا وستنبت في الساحة أعشابا خضراء وأزهار الدحنون الحمراء، وسأرسم لوحة جميلة. فقد انتظر فصل الربيع، سنلعب مجددا، وقد تضرب الكرة بقدمك وتطير لأبعد مكان تتخيله، وتلعب مع فريق المكبر المقدسي، وتخوض مباراة يصرخ فيها الجمهور بحماس عبود عبود، وأنت تضرب الكرة بقوة. ها هي الكرة تطير وتضرب رأس ذلك الجندي الأحمق، ثم ترتد لتحقق أجمل هدف على الإطلاق.